لو الحكاية فيها إن فيتو فتحت في جنان مصر. أنا سعيد جدا بالاختراع اللي شفتها من أول أسامة لغاية الآخر. كنت حريص إن أسمع بدقة، وسعيد قوي إن الشباب اللي زي بيقدموا لبلده، شباب لسه برضه في عمر الظهور وبيقدم لبلده اختراعات قرع إنها والله تحل كتير من مشاكلنا. سعيد إن مجرد إحساس الناس إن البلد دي بقت بلدهم وبلاش يعني بلاش أحلى كتير يعني، أو على الأقل هتبقى بلدهم، فالطاقات بتنطلق والأفكار بتتقدم والابتكارات والاختراعات، وإحنا شعب عظيم زي ما قال أحد حضراتكم، ليه حضارة وليه إنجازات لم يتم حتى الآن فك طلاسمها واكتشاف أسبابها أو إزاي. فأنا سعيد إن لازالت طاقة الأمل موجودة عندنا، ولازلنا قادرين نقدم لبلدنا، سواء نقدم لبلدنا شهداء ودماء عشان نبنيها، أو نقدم لها أفكارنا واقتراحاتنا عشان تساهم في حل مشاكلنا الأساسية. أنا متأكد إن ما سمعته يحل مشاكلنا ويريحنا جميعا، بما فيها حتى الأفكار النظرية اللي المفروض تتحول إلى كيان أو شيء ملموس نقدر نقدمه أو نقدر نعمله زي ما قال. وأنا مبسوط أوي من الملاحظات اللي بتتقال، مش بنجامل بعض، لا، بيتقال ملاحظات وملاحظات جادة، إن عشان يبقى فيه اختراع ويستحق بنا نحن نقف لابد أن يكون أركانه على الأقل المادية إمكانيات تنفيذه ماديا قائمة. سعيد أكتر إن بلدنا لسه طاقة الأمل عندها والقدرة على الابتكار والقدرة على التخيل والحلم لبلدنا موجودة، ومحدش هيأسنا ببلدنا أبدا، ولا هيبطلنا نحلم. ولو بطلنا نحلم إيه؟ نموت، مش هنموت. إحنا أمة من الأمم بيسموها الأم القديمة وأصحاب حضارة قديمة ووسط. الإبداعات اللي أنا شفتها دي عايز أقول لكم أنتوا مش لوحدكم، الاختراعات اللي شفتها من أبنائنا، وأنا كنت بهزر لما بقول لكم الشباب اللي زيي، الاختراعات اللي شفناها من الشباب سؤال، اوعى تفتكر ان ده جاي كده صدفه. انت جيناتك، ابائك واجدادك عبر التاريخ قدموا للبلد دي اختراعات اتحدى بيها العالم كله. احنا مش اقل من اي حد. الشعوب الدونيه وعقده الخواجه اللي المستعمرين ووراثتهم واصحابهم خزنوها فينا عشان نعجز ونبطل نبدع لبلدنا ونبني بلدنا ونمد ايدينا بالخارج ونفضل معتمدين على الاجنبي. وزي واحد صاحبي بيغني، ما فيش اجنبي على باب الله، كله عايز ليه مصالح. طب اذا كنا نقدر، اذا كان الجهاز اللي انا شفته اللي يقدر يغنيني عن سؤال اللي ايه، يغنيني عن الطاقات اللي هتنتهي وتتلاشى وحضر الدور في العالم كله من اجل البترول اللي هو طاقه ناضبه وهتغور في 60 ده. طيب في الطاقات والافكار الجديده اللي سمعتها سواء في الملح او الميه او غيره، الحمد لله بلدنا مليانه من ميه ومن ملح. طب ما نقدرش حد مخلص في البلد دي يتناول هذه الافكار ويحولها قدامنا. انا بعد اذنكم انا بطلب من الشاب المبدع ده يجي، يعني كاصدقاء كابناء وطن واحد اعمل الفكره دي ببيتنا، وتعالوا نتداولها فيما بيننا وبين بعض. ايام عصور الظلام اللي غلط في 60 داهيه وان شاء الله ما ترجعش ومش هترجع، كنت بقول اذا كانت ادوات التسلط علينا عبر فاتوره الميه والكهرباء ممكن نستغنى عن دوت، ده اساليب زي ما انتوا قلتوها. المهم تعالوا نحتضن افكارنا ديت، واكيد اكيد هنلاقي حد عنده دم يلتقط هذه الافكار ويساعد معانا ويبني بديلا عن الاستيراد. عايز اقول لكم لحد دلوقتي البضائع المهربه اللي بتخش البلد تهريب زائد المستورده ضربة كتير من الصناعات الوطنيه. عايز اقول لكم ان الابتكارات اللي سمعتوها دي من ابنائنا، مش عايز اقول احفادنا، مش عايز اكبر نفسي. في انا شفت في مصانعنا، مش في مصانعنا بس، وارجو ان ده مش كشف لاسرار ولا غيره، الاسلحه الغريبه اللي بنستوردها من هنا ومن هناك. المقاتل المصري كان بيدخل قطع غيار وبيصلح في سلاحه وبيطور فيه افضل من الحالة اللي كان عليه. مصانعنا وآلات دقيقة جدا تدخل في الهاي تكنولوجي وليست
الادوات البدائيه البسيطه اللي بتشتغل بيها العامل المصري البسيط، والله دون علم ودون غيره امتى استطاع انه نتيجه طبعا وجود سياسات عارفينها كلكم تهدف الى ضرب الصناعه. فما كناش نجيب قطع غيار، كان عمالنا في المصانع كانوا بيبتكروا قطع غيار. انتم مش لوحدكم، انتم ايها المخترعون ايها المبتكرون ايها الحالمون مش لوحدكم، جيناتكم وابائكم واجدادكم كانوا كده. وانا اعتقد كلما تفتحت طاقه الامل قدامنا هتقدموا اكتر لبلدكم. بحييكم وبشكركم. انا هروح النهارده اكثر اعتزازا وحبا لهذا الوطن العظيم. السلام عليكم.